اشنا هو HTML؟ أبغى نبدأ بعدا بالاختصار ديال HTML اللي هي Hyper Text Markup Language اللي هي HTML. نحاول ندكومبوزيو هاد الكلمات ونعرفوا علاش سموه هاد Hyper Text Markup Language. ناخد الأولى Hyper Text. هاد Hyper Text قريبا هي الخاصية رقم واحد بالنسبة للغة اللي هي HTML. شنو كدير هاد الخاصية؟ كتكري لنا واحد الليام بين لي باج كيف ما كتشوفوا هنا باللغة الإنجليزية links that connect web pages. دونك كنقدروا نكونيكتيو هذوك لي باج اللي غادي نكريهم من بعد بهاد اللغة اللي هي ال HTML، كنقدروا نكونيكتيوهم فيما بيناتهم. دونك هادشي علاش استعملنا هاد هايبر تكست. دونك الخاصية رقم واحد بالنسبة لل HTML هو هايبر تكست اللي كتخول لنا بأننا نكريو واحد لينكس ما بين لي باج. خاصية رقم جوج markup. دونك hypertext سالينا معها غندوزو الماركاب. هاد الماركاب كتعني بأن هاد اللانجويج اللي غنخدمو به هو واحد الماركاب لانجويج. اوكي كاينين بزاف ديال الماركاب لانجويج ولكن هاد HTML تهي مكلاسية منهم. اش كتعني ماركاب؟ ماركاب هما واحد الماركابس، هما واحد الزلامو اللي غادي نخدمو بهم اللي غادي يخولوا لنا باننا نديروا واحد الخاصيات او نيفو ديال واحد الكونتون. بحال مثلا الا بغينا نديروا الكونتون ديالنا ايطاليك ولا بغينا نديروه بولد ولا بغينا نحطوا واحد ليماج او نيفو ديال واحد لاباج. دونك هادو كيتعملوا ولا كيتسماو ماركابس. دونك HTML كتعتبر واحد الماركاب لانجويج. غير هو كاين واحد المعلومه ونصحوها قبل ما ندوزوا للسلايس الاخرين، الماركاب لانجويجز ماشي بروغرامين لانجويجز، اللي كتعني بان هاد الماركاب لانجويجز واللي منهم HTML ما كيفيهمش خاصيات اللي هما لوجيك. ما كايناش واحد اللوجيك او نيفو ديال هاد لونغاج. ما كنعنيش بان اللونغاج ماشي لوجيك، لا، كنعني بانك ما يمكنش تخدم بدي مثلا بدي فاريابل، ما يمكنش تخدم بدي كونديسيون، ما يمكنش دير الحساب. لا لوجيك ما انتغرياش لي لونغاج اللي هما ماركاب لانجويجز واللي منهم هاد HTML. اوكي دونك هنا سالينا مع التفسير ديال شنو هي ديك هايبر تكست ماركاب لانجويج. غندوزو وناخذ واحد المثال على واحد الماركاب. هاد الماركاب اللي هي اي ولا اي كيف ما كتشوفوها هنايا اي. اشنو كدير هاد الاي هنايا؟ هاد الاي غادي ترد لنا التكست ايطاليك. دونك بالنسبه لينا حنا ال HTML اللي هو واحد الماركاب لانجويج وخدمت بواحد الماركاب اللي هي اي، ردات ليا الكونتون ايطاليك. الا مشيت تحيت هاد الماركاب اللي هي اي، الكونتون ديالي غيرجع عادي. دونك هنا باش نرجعوا للتفسير ديالنا، قلنا بان الماركاب هي واحد الخاصيه اللي كيخول لنا هاد اللونغاج باش نقدروا نفورماطيو الكونتون ديالنا ولا نزيدو دي زيليمون. اشنو درنا هنايا؟ هنا حاولنا نردو الكونتون ايطاليك، دونك خدمنا بواحد الماركاب اللي هي اي. ما كايناش شي لوجيك هنا، ما درناش شي حساب. دونك هاد HTML هو ماركاب لانجويج او ما فيهش لوجيك، ماشي بروغرامين لانجويج. دونك HTML ماشي بروغرامين لانجويج، ماشي لغه برمجيه. اوكي غنشوفوا واحد الامثله من الماركابس اللي كاينين. كاينين بزاف في HTML ولكن غناخدو غير امثله. عندنا هيد، عندنا تايتل، عندنا بادي. هاد الهيد تقريبا هو تيكون المدخل الرئيسي او نيفو ديال لاباج اللي كيكونوا فيه اما معلومات على الصفحه ديالك، اما كيكونوا ديال ليام هادي في شي CSS وهادشي غادي نشوفوه من بعد، اما كيكون يعني اي حاجه اللي ما غاديش تافيشا او نيفو ديال المتصفح، ما غاديش تشوفها نتايا، ما غاديش يشوفها اليوزر اللي غادي يدخل لاباج ديالك. دونك هذه معلومات اللي غادي تكون كيخدم بها المتصفح. دونك تايتل، بادي، بادي هذه اي حاجه اللي غادي تافيشا اون نيفو ديال لاباج HTML ديالك. عندنا هيدر، فوتشر. الهيدر اول عنصر رئيسي اون نيفو ديال لاباج ديالك اللي كتحدد فيه، كتقول اوكي هذا عنصر رئيسي اون نيفو ديال لاباج ديالي هيدر، وكدير فيه كاع المعلومات الرئيسيه والاساسيه اللي اون نيفو ديال لاباج HTML ديالك. فوتشر تقدر دير فيه مثلا كيكونوا فيه معلومات على
بحال مثلا الا كانت عندك واحد الشركه باش دير معلومات على الشركه، السوشيال ميديا بريزنس ديالها مثلا ليان فيسبوك ليان ديال تويتر، دونك المعلومات اللي ماشي رئيسيه بزاف كتقدر ديرها في الفوتر. ارتيكل هذه حتى هي واحد الماركا اللي كتخول لك مثلا الا كان عندك بلوغ وبغيتي دير عندك واحد ليست ديال لي زارتيكل كتخشيهم وسط من هذا الماركا اللي هو ارتيكل. عندنا بيل باراغراف، عندنا اي بالنسبه ليا، هذه بالنسبه للينكس، عندنا AMG بالنسبة للزيماج اللي بغيت ننتجري دي زيماج ونيفو ديال الباج ديالي، عندنا audio video، عندنا URL بالنسبة للليست وبزاف ديال الماركة. اوكي احنا ما غاديش نشوفوهم هنا كاملين، مهنا بغينا غير ناخدو غير واحد الفكرة على الماركابس اللي كاينين.